مجاهد الله يسجلها فرقة بعدين احنا نزلها فرقة. هو عندنا منظومة تانية، عندنا أرقام، احنا له رقم عندنا. وأما فيما يخص الصيدلية، فالصيدلية هي فكرة كانت تراودنا من وقت، يعني من اللي بدينا احنا في مؤسسة مازال فينا الخير، كانت عندنا تطلعات، وبس التطلعات نتاعنا كنا نحقق في أهدافنا واحدة علينا يعني، فكنا نتمكن من الأرض اللي واقفين عليها، نسدد الهدف، نصوب، نحسن التسديد والتصويب، نتق بالله، نحسن الظن بالله، نتوكل على الله، نغمض أعيننا حتى لا ندعي أننا أصبنا الهدف بقوة إدراكنا، نغمض أعيننا لنتأكد أننا أصبنا الهدف بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال ربي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكانت الصيدلية هدية هدف من الأهداف، مشينا شوط كبير في التمويل والحمد لله تمكننا منه، وكان الهدف الثاني بعد التمويل اللي هي الأدوية اللي نشوفه في حالة الليبيين، ونشوفه في الناس قداش بتعاني، والفقير اللي ياخذ في 450 دينار الضمان نتاعها ما يقدرش ياخذ حبة الأنسولين نتاعها أو إبرة الأنسولين أو إبرة الضغط نتاعها مع ارتفاع أسعار الأدوية الغير منطقي نهائيا، وملقاش من ياخذ بيده، الفقير والمسكين ورقد الريح والزوالي والأرملة والمطلقة واللي عندها مريض واللي عندها مريض والشيباني مريض والعزيزة الكبيرة وكذا، ما فيش من تلفت له، ما فيش من شبح له، ما فيش من حطه في دائرة الحسبان ولا دال ميزانية ولا دال حساب ولا دال ما فيش للأسف الشديد. لا لا خلاص انت درتي لي على هذا وطلعت تخدمي انت ولا الغريب بعد ما فتحنا بكامل الهدوء الصيدليه، ما فتحناهاش احنا بتدشين او برخامه مكتوب عليها كلام او بنستر يقصوه او بطفله صغيره لابسه زي عربي، لا احنا فتحنا بكل هدوء وبكل سكون وبكل صمت، كنا فتحنا على بركة الله. فإذا بالتبرعات تأتي من كل حد بنصب، شركات الأدوية حدث ولا حرج، المكالمات من الخارج حدث ولا حرج، لدرجة أني يعني نحاول أني نستوعب الحدث اللي صاير في التبرعات اللي جت للصيدلية، لدرجة أن الصيدلية الأمكان هذه ما سدناش، تو أخذنا الصالة الثانية تو يركبونها في الديكور باش بنديروها الخمسة في الخمسة، هذه بنديروها هي الصيدلية مع هذه، وهذه مش حتسد وحنفتحه تاني بإذن الله تعالى. فالعمل كبير لما تقعدي تفكري فيه وتتكلمي عليه، يصغر لما تخشيه. أما إنك أنت تقعد واحد منا بندير وبنفكر وزعمة نفشل، زعمة من بيموني، زعمة ما نحصلهاش، زعمة ما نقعدش نقول قدام الناس فتحت صيدلية وبعدين يجوا ما يلاقوش الدواء، ما صارش كله. لدرجة إن الدكاترة اللي يجوا هنا قالوا الأدوية اللي موجودة عندكم هنا جل الصيدليات ما فيش تو. الناس تجي تاخذ في الدواء تاع اللي ياخذ فيه ب 200 و 250 دينار ياخذ فيه ببلاش هنا، تفضل خذه. وبالتالي احنا حالة الناس اللي شفناها ما جاناش الا التعبان والمتملح، من اللي تشبحيه تعرفيه، في اللي جاب بوه متسطح على السياره ما لقاناش الدواء، لما لقينا الدواء هنا مش مصدق هو، مش مصدق انه بالبلاش، مش مصدق انه هذا صاير في ليبيا، لا نقولوا له في ليبيا. ماكش نقول بس كيسه بيطلع فوق.